ولا زلنا في ذات الموضوع مشاهدينا الاعزاء، وينضم الينا هاتفيا سعاده السفير احمد الاويسني مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سعاده السفير ارحب بك على اكسترا نيوز. وكثير من المراقبين يرون ان مصر استطاعت ان تقنع ايطاليا بتغيير موقفها ربما من الازمه الليبيه، هل هذا دقيق؟ يعني ما فيش اي ظواهر او يعني ما يمكن ان يجعلنا نفترض قدره مصر على تغيير الموقف الايطالي. انما ايطاليا بطبيعه الحال لها مصالح كبيره في ليبيا. يعني على الاقل الهجره غير المشروعه او غير الشرعيه التي تؤرق ايطاليا تاتي تماما من الساحل الليبي، وبالتالي وتسبب لايطاليا مشكله كبيره في اوروبا وفي الداخل الايطالي. ايضا ايطاليا كانت المستعمر القديم بالنسبه عليها مسؤوليه تاريخيه في هذه النقطه. بالتاكيد لديها مسؤوليه تاريخيه وايضا لديها مصالح هناك. مسافه قريبه جدا تربط الشاطئ الايطالي بالشاطئ الليبي. هناك مصالح بالتاكيد. ايطاليا دوله اساسيه ومحوريه في حوض المتوسط. وبالتالي لها مصالح في مصالح تجاريه، مصالح اقتصاديه، استثمارات، شركات بترول، لها مستقبل في البحث والتنقيب عن البترول في المنطقه الاقتصاديه للساحل الليبي. وبالتالي يهم ايطاليا استقرار هذه المنطقه سعاده السفير. نعم يهم ايطاليا استقرار هذه المنطقه ومنع ان يكون هناك نزاع في هذه المنطقه. أيضاً. نعم كيف شركتها وبضائعها وصادراتها ومصالح كثيره. كيف ترى ايطاليا هذا التدخل غير القانوني وغير المبرر لتركيا سواء في ليبيا او في منطقه شرق المتوسط؟ طبعا الموقف التركي يزعج كل الدول المحيطه بتركيا في شمال المتوسط بالتاكيد. الموقف التركي تدخل صارخ لا مبرر له، لا توجد حدود بريه ولا حدود بحريه ولا اي شيء يربط ولا تاريخ ايضا يعني بالضروره يربط ما بين. طبعا تركيا كانت المستعمر القديم لمنطقه شمال افريقيا ايام الدوله العثمانيه بالتاكيد هذا يعني. لكن استقرار المتوسط مساله تدخل في استراتيجيات، هل في شمال الاطلنطي، الاتحاد الاوروبي، كل الدول الاوروبيه شمال المتوسط ويهتم بها طبعا الاتحاد الاوروبي بالتاكيد وكل منظمات. تدخل السافر لتركيا يقلب كل هذه الموازين. الى اي مدى يمكن ان ننظر ان هذه المكالمه انها تاتي في اطار التنسيق بين مصر وايطاليا قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا؟ ايطاليا لها موقف كان خافت ولها اختلافات في الراي والرؤيه بين الموقف الايطالي والموقف الفرنسي. الموقف الفرنسي كان داعما للمشير حفتر، الجيش الوطني. الموقف الايطالي كان متحفظا في هذه النقطه. مصر لديها اسباب منطقيه وجوهريه وجيوستراتيجيه للتدخل في المسرح الليبي، وبالتالي من الطبيعي ومن المقبول ومن الجائز ان تتناقش مصر وليبيا. مصر تشرح موقفها تماما ودواعيها للتدخل ودواعيها للاهتمام. 1200 كيلو متر حدود بريه ما بين مصر وليبيا، وايضا حدود بحريه متداخله وجوار وباتفاقيه دفاع مشترك ومسائل كثيره جدا. كان من المهم ان يجتمع الجانب الليبي لوجهه النظر المصريه في تبرير التدخل المصري وأحقية ومشروعية التدخل المصري، ولكن أيضا التنبيه إلى خطورة التصرف الليبي والموقف الليبي والتدخل الليبي عنوة. طبعا لا أحتاج أن أقول أن الموقف التركي مؤخرا، رغم أن تركيا لها زمالة مع كل من فرنسا وإيطاليا في حلف شمال الأطلنطي، ولكن الموقف التركي يقلب الموازين، يسبب عدم استقرار شديد جدا. وبالتأكيد هو يضر يضر المصلحة الإيطالية في الشرق المتوسط أو حتى في شمال إفريقيا تحديدا في دولة ليبيا. على كل سعادة السفير أحمد القزني مساعد وزير الخارجية السابق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل.